مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. اعتبارا من هذا اليوم تتأثر المملكة بموجة حارة ناتجة من كتلة هوائية حارة، وتستمر هذه الموجة الحارة طيلة أيام هذا الأسبوع. وملخص الأحوال الجوية: ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، طقس حار إلى شديد الحرارة يوم غد وخلال الأيام القليلة القادمة، والحرارة تقترب من 40 في أنحاء عمان. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل سلوك درجات الحرارة العظمى والصغرى. يوم السبت اليوم تصل الحرارة بحدود 37-38 في عمان، ارتفاع واضح، بداية لتأثر المملكة بالموجة الحارة. درجات الحرارة أعلى من المعدل على الأقل بست درجات، لأنه معدل العظمى بحدود 32 درجة مئوية، والصغرى بحدود 23-24 درجة مئوية. غدا الأحد ارتفاع ذروة الحرارة خلال هذا الأسبوع، وبتوصل العظمى بحدود 40 درجة، أعلى من المعدل على الأقل بثمان درجات مئوية، والصغرى بتكون بحدود 25، الاثنين بحدود العظمى بحدود 39، والثلاثاء والأربعاء تقريبا العظمى ما بين 38 إلى 39 العظمى، والصغرى زي ما احنا شايفين تتراوح ما بين 24 إلى 27 درجة مئوية. الخرائط التي أو التوصيات الهامة بشأن الموجة الحارة: نرجو من الجميع عدم التعرض لأشعة الشمس طيلة ساعات النهار، وخاصة في الفترة ما بين الساعة 11 إلى الساعة 6، هي قمة نشاط الأشعة الفوق بنفسجية، وبالتالي تؤذي الجلد أو تؤذي البشرة وجلد الإنسان. أيضا الإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات على مدار اليوم. ينصح بعدم بذل الجهد البدني في الخارج في معظم الأوقات، وأيضا عدم رمي أعقاب السجائر أو أي شيء قابل للإشتعال، خاصة في مناطق الأحراش وأيضا المناطق الأعشاب الجافة. أيضا ننصح بعدم ترك الأطفال في داخل السيارات خلال هذه الموجة الحارة وفي الأيام العادية حتى، خوفا عليهم وعلى صحتهم أيضا. وأيضا الانتباه من انتشار العقارب والأفاعي في هذه الفترة. وهناك نقطة مهمة أيضا جديرة بالاهتمام، وهو ترشيد استهلاك الطاقة وعدم هدر الطاقة والمياه حتى تظل الكهرباء شغالة على الجميع، ونخفف من تأثير هذه الموجة الحارة. هذه بعض التوصيات نرجو من الجميع أخذها بعين الاعتبار. وأيضا هناك الخرائط التي تمثل درجات الحرارة. نلاحظ أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية حارة قادمة عبر الجزيرة العربية باتجاه المملكة. هذا اللون الأحمر الغامق يمثل درجات الحرارة الأعلى، وأيضا هذه الموجة تستمر وبتنتشر لتشمل معظم مناطق المملكة خلال الأيام القليلة القادمة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا، والصغرى المتوقعة 25 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة: يوم غد الأحد ارتفاع آخر وإضافي على درجات الحرارة، قد تقترب وتتراوح العظمى في أنحاء عمان مختلفة، بتكون معدلها ما بين 37 إلى 40 درجة مئوية، ومعدل الصغرى بحدود 25 درجة، يعني يوم الأحد بتكون أعلى من المعدل على الأقل بثمان درجات مئوية. الاثنين والثلاثاء أيضا استمرار الموجة الحارة، استمرار الأجواء الحارة، تتراوح الحرارة العظمى يوم الاثنين ما بين 37 إلى 39، والصغرى بحدود 26، الثلاثاء تتراوح ما بين 36 إلى 38 في عمان، والصغرى بحدود 24 درجة مئوية.
الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية. طبعا أجواء حارة حيث تتأثر المملكة بموجة حارة، أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، إربد 39-25، عجلون 37-23، جرش أجواء حارة 41-27، المفرق 40-25 درجة مئوية. عمان والمنطقة الوسطى، طبعا عمان المنطقة الوسطى بتتراوح الحرارة العظمى ما بين 37-40، والبلقاء 37-25، ومأدبة 37 العظمى والصغرى 25، الأغوار شديدة الحرارة والبحر الميت، العظمى 44 والصغرى 32، والزرقاء أجواء حارة 41-25 درجة مئوية. المرتفعات الجنوبية والمناطق الجنوبية أجواء حارة أيضا، الكرك 38-25، الطفيلة 35-24، الشراه 34-23، العقبة أجواء شديدة الحرارة 43-30، ومعان أجواء حارة 37-24 درجة مئوية. المناطق الشرقية أيضا أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، وهي حارة في معظم مناطق المملكة، وزي ما حكينا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها على الأقل بحدود 8 درجات مئوية، الأزرق 42-24، الصفاوي العظمى 40 والصغرى 25، والرويشد العظمى 40 والصغرى 24 درجة مئوية. مشاهدينا نتمنى للجميع السلامة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.